ان تصريحات برضو كولر بتبقى رائعة بصراحة. هو برضو اتكلم عن ان احنا حققنا حاجات كتيرة جدا مهمة، بس لسه بينتظرنا حاجات تانية اهم. فيعني الف مبروك مرة كمان لينا جميعا، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل بالنسبة للنادي الاهلي. واكيد زي ما كنت بتكلم لسه في تفاصيل كتير هنكلم حضراتكم فيها. ده مستر كولر قال في المؤتمر الصحفي، ما معناه ان لا يعني ان لسه الدوري لم ينتهي بعد. احنا بالنسبة لنا انتهى بالفعل، ومن قبل يوم الخميس كمان. بس طبعا كلنا فرحانين اكيد بال يعني التألق اللي احنا شايفين عليه النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، والثبات اللي هو عليه، والثقة اللي اللعيبة فيه. بجد احنا بقالنا فترة مش قليلة مستمتعين بأن روح الفانيلا الحمراء دايما، بس مش بس حاضرة حاضرة، وبترفرف كمان على أرجاء الملعب، وحاجة عظيمة جدا. والمنظومة المعتادة بقى الوان تو الأكثر من ممتاز بين النادي الأهلي وبين جماهير النادي الأهلي اللي دايما موجودة في ظهر اللعيبة. لسه عندنا ماتشات متبقية بطبيعة الحال، والحقيقة لما نتكلم عن الموسم ده بشكل عام من أول لغاية آخره، هنلاقي إن كولر والجهاز الفني واللعيبة الحقيقة نجحوا في رد الجميل للجمهور اللي فضل واقف جنبهم، ويقدموا بالتالي إرضاء لهذا الجمهور مستويات رائعة على مدار الموسم كله. عجبني تصريح كولر لما قال زي ما كنت بقول لكم من شوية إن الموسم يعني ده بالنسبة له لم ينتهي بعد من ناحية، ومن زاوية تانية قال إن الموسم ده عامل زي تورتة الشوكولاتة اللي كل حاجة فيها رائعة وجميلة، ووعد الجمهور إن شاء الله بالأفضل الفترة اللي جاية. طبعا تتويج الفريق بلقب الدوري جاي بعد جهود كبيرة جدا، وبعد الفوز على الزمالك، ودي في حد ذاتها طبعا خطوة مهمة لمواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم دون أي خسارة بأي حال من الأحوال، وتحقيق أرقام قياسية جديدة للنادي الأهلي. مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي، عودة الدرع من جديد لبيته ومطرحه. وكمان مهم نتكلم عن حراس المرمى اللي الحقيقة في الفترة الأخيرة كمان من الموسم قدموا يعني صورة ممتازة وأداء أكتر من استثنائي الحقيقة، ابتداء من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء اللي تألق مع منتخب الشباب في بطولة أفريقيا. شفنا إزاي إن كل الحراس الحقيقة بيتعاملوا مع بعض كأسرة واحدة، واضحة قوي عليهم كلهم إن المصلحة الأهم والأولى عند كل واحد فيهم على حدة هي مصلحة الفريق. أكيد الكلام عن جماهير النادي الأهلي بقى لا يتوقف، هم دايما السند واللاعب رقم واحد في أي ماتش في أي بطولة في الموسم ده وفي أي موسم. إحنا الموسم ده كان عندنا تحديات كتير في دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز اللي الحقيقة نجح الفريق في التتويج بيه واستعادة لقبه من جديد.